وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. مثل ما عودناكم دائما مشاهدينا، برنامج رواد الأعمال عم يستضيف سيدة أعمال أو رجل أعمال مميزين قدروا يعملوا بصمة مميزة لهم بشركاتهم واستثماراتهم بأرض الإمارات العربية المتحدة. مشاهدينا، ضيف حلقتنا لليوم هو صاحب محل الأناقة للعبايات، وهو الأستاذ محمد جمال محمد، ورح تحكي عنه أكيد عن تفاصيل محله الأستاذة فاطمة سليمان بحري أو سلمان بحري. يا مرحبا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ومرحبا بكم في المحل العبايات إليجنس في شارة الحلوان، شارة واسط. في بعد فرع في دبي، فرع في جيتري مول، محل العبايات بلاك كوليكشن، ومحل إليجنس العبايات. وعندي عبايات موديلات وكله شغلنا في المثنى ما شاء الله، وقماش كات كله من محلنا. نعم. عندي خامات، عندي خامات الكريب، خامات يابانية بستعمل، وأسعارنا بالحسب الديزاينات والموديلات. نعم. موديلاتنا كله موديلات مال محلنا، بستعمل الخامات المحلنا، ونحكي عن دبي بعد نفس الخامات وكذا نفس الموديلات، وإن شاء الله بتكون بعد فرع الثاني إن شاء الله. نحكي عن خدماتكم أستاذة فاطمة، بما أنك متحدث اليوم عن الأستاذ محمود جمال محمد، خدماتكم بالعبي شو عم بتكون؟ خدماتنا في العبي عندي أغلى خامات، عندي خامات الكرب الياباني، عندي خامات الأنجليكا، وعندي خامات الإليجنس، وهي بعد مال محلنا بستعمل الخامات، وأحلى قماشكات ودبل شيفون عندي ودانتيل، وعندي خامات العبايات الخفيف الصادع حق الدوامات، وعندي موديلات كيف أختي، عندي حق الحفلات حق المناسبات، وعندي الصادع بعد أختي. نعم. تمام. نعم فاطمة، اليوم التميز له أكيد بصمة، فبظل المنافسة الشديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا بلعبه بلبس العباية، فكشركة الأناقة ومفتاح الأناقة كيف قدرتوا تتميزوا؟ المفتاح العناقة أختي، هاي محلنا الأول، هاي محل فتحته محل الكنادير، وعقب فتحت محل فرع في دبي في جميرة بلاك كوليكشن، وبعد إن شاء الله بتكون بفتح المحلات الفرع الثاني. نعم، يعني فينا نقول تميزكم حسب الأقمشة. بلا حبيبتي، عندي بالحسب الخامات، عندي قمشة الخامات المحلنا، عندي خامات إليجنس هي في بس في المحل بستخدم، وعندي خامات الكريب، خامات يابانية، خامات يابسة، عندي خامات خفيف، عندي حق الحفلات حق المناسبات. جميل. خططكم المستقبلية اليوم الخصوصي بمجال العبي، يعني بتلاقيها موجودة مو بس بمكان معين أو لوكيشن معين، بتتوسع، فخططكم المستقبلية لتوسيع أكثر صناعة العبايات والتجارة فيها مثل ما بيقولوا. تمام. هاي محل إليجنس، وهاي لوكيشن المحل، وفي شارة الحلوان كذا موديلات عندي والشيلة. نعم. وعندي بعد درسات وكل المصنع يفصلون العبايات موديلات في المحلة، وعندي بعد مصنع الثاني في الشارة واحدة. نعم. استخدامكم مثل ما ذكرتي جميع أنواع الأقمشة، والأقمشة الثقيلة عم بتكون الأكسسوارز اليوم، هل تلعب دور أيضا في تجميل العباية واستخدامكم للأكسسوارز بمجال اللعبة؟ الموديلاتنا كل من محلنا وبالرسم وصاحب المحل، وأنا متصمم العبايات. وشرفكم ومحلكم. نعم، يعني تصميم العباية اليوم لو أي سيدة حابة تصمم عبايتها بطريقة كتير مختلفة وديزاين مختلف، ففي عندكم هيك خدمة؟ نعم. نعم. وخدمات تفصيل العبايات والديزاينات كلها في المحلنا، كلمة صاحب المحل ومسلم معي. نعم. أستاذة فاطمة، اليوم إذا أي سيدة عم بتتابعكم اليوم عبر قناة ABC العربية حابة فعلا تزور الفرع عندكم، وسواء الفرع اللي ذكرتيها حضرتك، كيف بيقدروا يتوجهوا عبر الكاميرا بلوكيشن، تقدري تعطيهم معلومات عن اللوكيشن الموجودين فيه؟ في الشارجة مركز الحلوان وشارة واسط، هاي إليجنس محلنا، ومحل الثاني في دبي جميرة جيتري مول.
نعم. محل جديدنا بعد فتحت بالدبي. نعم. جيتري مول. نعم. اليوم بالسؤال الأخير اللي حابين نسألك يا نعمة الأمن والأمان والشكر أكيد لقادة وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة. خلينا نحكي بمجال التسهيلات اليوم لفتح أي مشروع. إن شاء الله بفتح المشروعات الخير وفرع الثاني إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله بشوفكم بعد إن شاء الله الأخير. أكيد عندكم أي إضافات بحبي أي تضيفي أي شيء بخص المحل عندكم الموجودين فيه نحن هلا حاليا؟ إن شاء الله بشوفكم مع مشاهير الأخير، وأنا فاطمة سلمان بحري في المحل العبايات مركز الحلوان. شكرا للقادم وأحكام الإمارات العربية المتحدة على نعمة أمن وأمان وتحصيلات الافتتاح الاستثمار. أكيد كل الشكر لك أستاذة فاطمة سلمان بحري طبعا، وشكر الموصول للأستاذ محمود جمال محمد وهو صاحب محل مفتاح الأناقة للعبايات إليغانس. أكيد كل الشكر لك سيدة فاطمة. إن شاء الله بشوفكم على خير إن شاء الله. أما هلأ مشاهدين وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا من برنامج رواد الأعمال، بنلقاكم كل جمعة وسبت، انطرونا إلى اللقاء.